أخبار اليوم. اختيار الراحل جمال الغيطاني شخصية المعرض لعدة أسباب. أولا هو روائي كبير، روائي مصري عربي وروائي دولي، اسم ضخم في الثقافة العربية وفي الثقافة العالمية. اثنين، هو ده كان علشان رحيله المفاجئ والفاجع، فكان لابد ان احنا نحتفي به ونكرمه هذا العام. والحقيقة ان احنا في الوزارة كنا محتفين به قبل الوفاة. الهيئة المصرية العامة للكتاب طبعت اعماله الكاملة، وكان في احتفالية ضخمة اقيمت لي قبل الوفاة، كنا عملناها في صندوق التنمية الثقافية.